الأخت كانت تقول بأنها تصلي ويعني تقرأ القرآن وإلى آخره، لكنها دائما منشغلة بأخت لها تحبها في الله. أنا أقول ما دام الانشغال بأخت لك تحبينها في الله تبارك وتعالى، فأرجو الله عز وجل أن يوصلك هذا الحب لمرضاته، لأن الحب في الله شيء غالي جدا. يعني قد ينشغل الإنسان بحب إنسان آخر في الله من العلماء أو من الأفاضل، أو قد تنشغل الأخت بحب أخت فاضلة لها في الله إلى حد كبير. إذا كان الحب في الله فأنت في طاعة وأنت في عبادة وأنت في قربة. روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول، يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يعني في ظل عرش الله جل وعلا، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والحب في الله مرتبة من أعلى وأغلى مراتب الحب، هذا شيء جميل. بل أبشرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث الصحيحين: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. والحكم للمرأة والرجل على السواء، مرأتان تحابتا في الله اجتمعتا عليه وتفرقتا عليه، فالحب في الله درجة عالية جدا. فأبشري ثم أبشري ما دام الحب في الله، ما دام الحب في الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع المتحبين بجلاله، إنه على كل شيء قدير.